ومن أجل أن يحيا شعب فلسطين. في هذا اليوم ونحن هنا في المغرب الحبيب يرتفع عدد الشهداء إلى 120 شهيدا، منهم أكثر من 15 صحفية فارسة من دامات وفارسات وماجدات فلسطين الذين كانت آخرهم اليوم آلاء الهمس في مدينة رفح. ونحن في نقابة الصحفيين، عدد الصحفيين لدينا في قطاع غزة 1300 صحفي، ما يعني أن حوالي 10% من صحفيين قطاع غزة قد تم قتلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه تصفية وهذه حرب إبادة جماعية، وهذا جنوسايد أي بمعنى حرب إبادة جماعية للصحفيين الفلسطينيين. إذا كان قد قتل 1% من الشعب الفلسطيني في غزة، فإن 10% من الصحفيين الفلسطينيين قد قتلوا، فلكم أن تتخيلوا ما هو السبب، لأنهم فقط بكلمة واحدة يقوموا بنقل حقيقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذا الاحتلال الذي اعتاد أن يقتل بالظلام وبعيداً عن وسائل الإعلام، واعتاد على الاستفراد برواية الكذب والتضليل والتزوير للعالم أكثر من 100 عام، يريد أن تستمر رواية الكذب والتضليل والتزوير إلى العالم. لكن هذا الجيل الشجاع والفرسان من الصحفيين الفلسطينيين الذين ضحوا بدمائهم ويمتلكون بصراحة، وأنا أفتكر أن هذا الجيل الجديد من الصحفيين الفلسطينيين يمتلك الشجاعة ويمتلك المهنية العالية والتقنيات الهائلة التي تؤهله لنقل هذه الحقيقة إلى العالم. لاحظنا منذ بداية اليوم الأول للحرب انحياز العالم لرواية الكذب والتضليل والتزوير الإسرائيلي. وأنا أقول الوفاء للشهداء الحقيقة.